الملتقى هذا يشمل كل الدول العربية. الهدف منه تحسيس، أولا النقطة الأساسية هي تحسيس أن كل الدول العربية هي منطقة زلزالية، سواء كان الزلزال من داخلها أو يأتيها من الخارج. والدليل الأكبر حاليا بما جرى في مدينة حلب ومنطقة حلب. الهدف تاعنا هو تحسيس هذه الدول أن المنطقة العربية كلها منطقة زلزال، لذلك عليها أن تشتغل وبجدية على عمل الوقاية من هذه الكارثة المدمرة. الصندوق هو صندوق عربي إفريقي، تم الاقتراح نتاعه في جامعة الدول العربية. فيما يتعلق بجامعة الدول العربية، هناك آلية تسمى آلية التنسيق العربي للحد من مخاطر الكوارث. في هذه الاجتماعات نتاعها هي اللي تدرس إنشاء هذا المركز الصندوق، يعني إتمام النظام الأساسي للصندوق. لما تنتهي من النظام الأساسي من الصندوق على مستوى جامعة الدول العربية، تمشي إلى الجانب الإفريقي، لما يتفقوا عليه ينشأ الصندوق. راهي حاليا في الاجتماع الخامس تقريبا آخر الشهر هذا، وتدرس هذه النقطة هذه تاع الصندوق. هذا الصندوق كل ما يعني بتمويل بعض المشاريع الخاصة بالوقاية من أخطار الكوارث بصفة عامة، سواء كان في المنطقة العربية أو في المنطقة الإفريقية. التمويل طوعيا من كل الدول العربية وغير الدول العربية.